الرضاعة الطبيعية المطلقة ده حق لكل طفل في 6 شهور الأولى من عمره. يعني إيه مطلقة؟ يعني يرضع من أمه رضاعة طبيعية من غير أي حاجة تانية، لا ياخد مية ولا ياخد لبن ولا ياخد كراوية ولا ياخد ينسون ولا ياخد أي حاجة إلا لو في دواء الدكتور كتبه. حضراتكم في مصر أمهاتنا عند سن 4 لـ5 شهور بس 13 أم من كل 100 أم بترضع رضاعة طبيعية مطلقة، اللي هي ما ينفعش نستغنى عنها أو نمنعها، وما ينفعش ندخل حاجة تانية معاها. طب ليه يعني يا دكتورة ما تديله 3 شهور مطلق وبعدين أكله عشان أنا هنزل الشغل؟ لا حضرتك، لو هتنزل الشغل عصري لبنك وسيبيه وحد تاني يديهوله، حقه 6 شهور. عارفة ليه؟ لأن جدار أمعاءه أصلا بتبقى مخرمة خالص، ولو احنا ادناله قبل كده لبن صناعي أو زبادي أو أي منتجات تانية، البروتين بتاعها بيدخل من الجدار ده ويدخل على الدم، يبقى حاجة غريبة. روح الدم عامل ايه؟ مكون أجسام مناعية ضد هذا البروتين، وللأسف البروتين الحيواني ده بيشبه جسمنا في بعض الحاجات. بص الاقيه حتة منه بتشبه البنكرياس، تروح الأجسام المضادة اللي كونت دي راح مهاجمة البنكرياس بتاع الطفل وهو لسه بيقول يا هادي، وتقعد تكسر فيه تكسر فيه. دي ابننا يبقى عمره سنة ولا سنتين ويجيله سكر، يجيله أمراض كتيرة زي الربو، زي الحساسية. ربنا بيقول لنا مؤشرات، بيقول لنا ابنك بيقعد عند 6 شهور، ابنك بيسنن عند 6 شهور، ابنك بيجيب بلسانه لما تحطي له الاكل ياخد الاكل لجوه ويقدر يبلعه عند 6 شهور. يبقى ربنا بيقول ايه؟ بيقول رضعوا اولادكم يا جماعه 6 شهور رضاعه مطلقه، وبعدين ابتدوا اكلوهم لما الطفل يبقى جاهز للاكل، بلاش ان احنا نزغطه زي البط. جماعه الرضاعه الطبيعيه المطلقه مفيش لها بديل عشان صحة الطفل ومستقبله وذكائه العقلي.